تحبوا تحضروني؟ هاي انا، في ناس تحب تحضرني. مش عاجبك يا روحي ما تحضرني. سهلة. سالي، هاي انا من يوم طالع. سالي اللي بتغني، اللي بتحب حالها، اللي مش راح تقرأ ولا كومنت، لاني انا عارف حالي عشان هيك ما راح اقرأ ولا كومنت، عرفتوا؟ سالي بعد اليوم انولدت من مرة ثانية. ومش عشان خايفة من حدا يعني. المهم الله يسعدكم يا رب. شكرا عشانكم سمعتوني. انا طلعت احكي لكم هذا الحكي لانه انا في السوشيال ميديا وانتم من حقكم علي انكم تعرفوا انا شو الخطوات اللي بتخذها. وزي ما حكيت لكم انا لو اني الموضوع كان ترند كان هلا انا ما شلحت الحجاب.